حضرتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل البدء بموضوعنا اليوم، هل من سؤال في المحاضرة السابقة؟ مين عندها أي سؤال؟ أو في شيء كان غامض المرة اللي فاتت؟ أتفضل. في المقاييس، لو سمحت، في المقاييس مكتوب إنه مقياس النسبة اللي بيعطينا في الآخر إنه الوحدات بتكون في متساوية، بينما في المقياس اللي قبل اللي هو الرتبة بتكون الوحدات غير متساوية لأنه بقيس مستويات مختلفة. إيش يعني؟ بقول في النسبة لأنه الوحدة معروفة فهي عبارة عن وحدة واحدة. إيش الفرق بين الوحدة هنا والوحدة هنا؟ وليش هي هنا متساوية وهنا متساوية؟ انتبهتوا للسؤال؟ هو طبعا احنا عندنا انواع المقاييس، اذا بتتذكروا المقاييس وخصائصها الهرميه. عندنا المقياس الاول اللي هو المقياس الاسمي او التصنيفي، المقياس الثاني اللي هو المقياس الرتبي، المقياس الثالث اللي هو الفئوي، المقياس الرابع اللي هو النسبي. طبعا قلنا احنا اقوى انواع المقاييس هو المقياس النسبي، لانه يمتلك خاصيته بالاضافه الى خواص وصفات المقاييس التي تسبقه. الآن مقياس النسبة طبعاً الوحدة فيه ثابتة، يعني الآن لما نيجي نقول على سبيل المثال درجة الامتياز، الامتياز من قديش لقديش؟ من 90 إلى شيك فوق 90. الآن الجيد جداً من 80 إلى 89. لاحظوا الآن اللي بتجيب 80 واللي بتجيب 89 هتاخذ جيد جدا ولا لا؟ يقبل وحدة ثابت. لكن احنا اتفقنا قبل هيك انه بهمش اللي بتجيب طبعا 80، واحد بيسالها بقول لها ان شاء الله مبارك التخرج تبعك، بتروح قايل الحمد لله جبت جيد جدا، كانها تهرب عن اللي هو الدرجه، لانها جايب اللي هو الحد الادنى من اللي هو الوحده. لكن اللي بتجيب 89 بشرين ان شاء الله اتخرجتي، بتروح قايله الحمد لله امتياز الا نتفه، امتياز الا نتفه. هي بتعمل كلمه امتياز الا نتفه، هذا مش موجود، لكن على ارض الواقع عشان المستمع المستقبل يروح يستفسر شو امتياز الا نتفه، بيني وبين الامتياز 1%، 89. يبقى انا حكيت الكلمه هذه على اساس انه اللي قبالي انه يستفسر او يتساءل انه مساله زي هذه ما شاء الله. لكن اللي جاي ب 80 تقول 80، تقول جيد جدا. لذلك لو احنا الان رحنا سالين سؤال اي واحد جايبه في الترم اللي فات جيد جدا، ترفع ايدها. حتروح مين اللي رفع ايدها؟ ما بين ال 80 لعند ال 89. كل هياتنا بنعد الان عدد هؤلاء هم اللي هو جايبين جيد جدا. لكن الان المقياس الذي يسبقه اللي هو المقياس الفئوي، المقياس الفئوي. الآن المقياس الفئوي، أي الفئوي؟ الفئوي الآن أنا ما بقدر أني أنا أحدد الفئات إلا بعد ما أقوم بتصحيح الاختبار، لأقوم أصحح الاختبار. ليش؟ بعد ما أصحح الاختبار بروح أنا بأخذ بعين الاعتبار أنه إيش هي الدرجات الموجودة عندي. كيف؟ فنبتدي أعمل أول فئة من 40 إلى أقل من 50، وعندي أنا كل الدرجات فوق 70. هل هذه الآن الفئة لها أهمية؟ ملهاش ولا اللي بعدها. لذلك إنه أنا بروح بقول الفئة من إلى أقل من بناء على الدرجات التي أصبحت بين يدين، بناء على الدرجات التي أصبحت بين يدين، من 40 إلى أقل من 50. بقولش من 40 إلى 50، لأنه لو بدي أقول من 40 إلى 50 الفئة الثانية من 50 إلى 60، بصير الآن صاحب الدرجة 50 كأنه له خيارين، خيار في الفئة هذه وخيار في الفئة التي تليها. لذلك في هذه الفئات الآن أنا قاعد بحدد الآن الدرجات بناء على الفئات اللي أنا تم تحديدها. الآن الفئات غير ثابتة، مين اللي بحدد هذه الفئات؟ المعلم. ولو سألنا المعلم كيف قمت بتحديد هذه الفئات، لقال بناء على الدرجات، نواتج التعلم، مدخلات، عمليات، نواتج تعلم. الآن نواتج التعلم اللي هي الفروق الفردية في الدرجات، الفروق الفردية على أرض الواقع بتخليني أنا أقوم أعمل هذه الفئة. ممكن أعمل الفئة من 70 إلى أقل من 80. لو واحد سألني ليش، بقول له لأنه أقل درجة عندي 70. ليش ما عملتش 60؟ حتضل اللي هو فئة فاضية. ليش ما عملتش 50؟ حتضل الفئة فاضية، وهكذا.
مين كمان عندها اي سؤال؟ فيش اي سؤال في المحاضرة اللي سابقة او اللي قبلها او اللي قبلها؟ نبدأ اليوم موضوعنا. موضوعنا طبعا المتغيرات وانواعها. لو جينا قلنا ايش هي المتغيرات، عبارة عن معلم، المعلم بهم المتغيرات داخل الغرفة الفصل. ما هي المتغيرات؟ لاحظوا انتم السمات، الخصائص، سمات هذا الشخص، خصائص هذا الشخص، الفروق الفردية بين هذا الفرد وآخر، ويتعامل معها المعلم داخل غرفة الفصل في المؤسسة الأكاديمية، وفي نفس الوقت تكون سائدة في العملية التربوية. مرة تانية، المتغيرات إيش هي؟ الأخوات اللي وراء، أيوة، سمات والخصائص التي يتعامل معها المعلم في العملية التربوية، هي عبارة عن سمات وخصائص يتعامل معها المعلم داخل غرفة الفصل في العملية التربوية التعليمية. يا ترى مدام إنه هي عبارة عن سمات وعبارة عن خصائص، هذه السمات وهذه الخصائص تكون متباينة بين متعلم وآخر ولا لا؟ متباينة، لأن هناك فروق فردية، وبالتالي هناك درجات متباينة بين هؤلاء الطلبة. ما هي أنواع المتغيرات؟ المتغيرات لها كم نوع؟ نوعين، لا ثالث لهما. النوع الأول المتغيرات، أنواع المتغير، متغيرات نوعية ومتغيرات كمية. احنا قلنا قبل هيك انه كل محاضرة عندنا مرتبطة في اللي قبلها ومرتبطة في اللي بعدها. يعني المحاضرة السابقة اللي كان عنده شوية مش فاهم اي نقطة غامضة، الان مش هيفهم الجزئية اللي هنحكي فيها لانها مرتبطة عما تم ذكره سابقا. ايش هي المتغيرات النوعية؟ ولا تتف، ايش هي المتغيرات النوعية؟ هي متغيرات لا يمكن قياسها او لا تقدر بقيمة عددية، زي الجنس، زي التخصص، زي الخبرة. كويس، مين كمان؟ احسنت. هي متغيرات تحمل ارقاما او وليس لها دلالة اكتسابية. احسنت، مين كمان؟ التصنيفات التابعة لهذا المتغير لا يوجد له ترتيب طبيعي. احسنت، مين كمان؟ كثير تعريفات للمتغيرات النوعية. هي نفي المعلم يتعرف على السمات والخصائص المتعلمين بأرقام، ولكن هذه الأرقام لا تعبر. أحسنتي. ما شاء الله عنكم. يبقى المتغيرات النوعية كواليتاتيف هي عبارة عن السمات والخصائص التي يتعرف عليها المعلم خلال العملية التعليمية، وقد يرمز لها بأرقاما أو أشكالا أو أعدادا، لكن هذه الأرقام والأشكال ليس لها دلالة ارتباطية، ليس لها دلالة ارتباطية. ويختلف طبعا المعيار هنا في الأرقام أو الدلائل فقط على أساس أنه كأنه يريد أن يصنف هذا الطالب عن آخر، كأنه يريد أن يصنف هذا الطالب عن آخر، فيضع في بعض أحيان رموزا A, B, C، أو يضع أرقاما 1, 2, 3, 4. على سبيل المثال دائما إحنا بنقول إنه رقم 1 يعني هو الأول، فليش غيري مفضل علي؟ لا، عند المعلم حط رقم 1 كأنه إشارة إلى هذا الأمر، طبعا من خلال عمليات التقويم بأنواعها، من خلال عملية التقويم بأنواعها، تقويم لاحظوا القبلي او الاولي او المبدئي، ثم التكويني البنائي، ثم التشخيصي، ثم الختامي. صارت عند المعلم خلفية كبيرة عن هؤلاء الطلبة، خلفيته عن هؤلاء الطلبة بيروح بعد هيك بده يتعرف على هذه السمات، فيضع رموزا او اشكالا او ارقاما، لكن هذه الارقام وهذه الرموز ليس لها دلالة ارتباطية على الاطلاق، اي ليس لها قيمة، ليس لها قيمة عددية.
لكن وقتاش انا بقول انه في لها قيمه عدديه؟ على سبيل المثال اذا بتتذكروا قبل هيك احنا قلنا الارقام الحسابيه، ارقام حسابات فلان في البنك، ارقام الجامعيه اللي انتم معاكم، رقمك الجامعي قديش، رقمك اكبر من رقم زميلتك او رقمك اصغر من رقم زميلتك الى اخره، ليس لها دلاله ارتباطيه، فقط الرقم عشان يقول لي انه صاحبه الرقم طالبه وليس طالب، صاحبه الرقم انها سجلت سنه 2015 وليس 2014، يقول بديني دلاله معينه لكن ليس له قيمه عدديه، انه والله انا رقمي انا حصلت على الرقم كذا وانت حصلتي على الرقم كذا. نفس الشيء ارقام الحسابات في البنوك، رقمك قديش في البنك نفترض، الرقم تبعك هائل جدا مكون من 9 ارقام، ورقم الحساب تبعك او قديش انت في حسابك فلوس لا يتجاوز 100 شيكل، بينما غيرك الرقم الحساب تبعها قليل لكن حسابها قديش 1000 شيكل فزعلت، ليش رقم الحساب تبعي قليل ما تخليه 9 ارقام؟ طب نخلينا 9 ونخلينا 10، رقم الحساب يعني ملوش اي علاقة، يعني الفلوس تبعتك اللي في الحساب ما لهاش اي علاقة، لا حد قيل ولا حد زيد ولا الى اخره، لكن هذا الرقم كأنه خاص بالمؤسسة البنكية، كأنه خاص بالمؤسسة البنكية، وما دام خاص بالمؤسسة البنكية يبقى ماليش انا ما بيأثرش علي لا بالضرر ولا بالنفع على الاطلاق، لكن من خلاله ممكن اني انا اتعرف واني انا اصل الى ما اريد فقط لا غير. مين عندها اي سؤال في المتغير الاول كواليتاتيف؟ متغيرات نوعية، يبقى مرة ثانية متغيرات النوعية مين تسمعني وتقول لي؟ تفضلي. هي التي يتعرف عليها المعلم خلال العملية التعليمية. اللي يتعرف عليها ايش؟ انها تعود على ايش؟ ايوه مرة ثانية. ويرمز لها المعلم. يبقى هي عبارة عن سمات وخصائص. ايوه يرمز لها. يتعرف عليها المعلم. عليها المعلم خلال العملية. أيوة. التعليمية ويرمز لها المعلم بأرقام وليس لها دلالات ارتباطية. احسنت. يبقى هي عبارة عن سمات وخصائص موجودة عند جموع الطلبة. لذلك انتوا بكره معلمات الغد، انا تمينا جاي اسالك البنت الفلانيه اللي انت بتدرسيها كيف؟ بتروح انت قايله والله كويسه بس مشاغبه، والله كويسه بس خطها وحش، والله كويسه بس. يبقى انا قاعد الان الحكم في هذه المساله ياتي بناء على السمات والخصائص التي تعرفت عليها انا كمعلم، وانا لا يمكن لي ان اتعرف على هذه السمات والخصائص الا بعد بعد ايش؟ بدي اعمل عملية قياس، والقياس تتم بعد انه انا على ارض الواقع اروح اعمل عملية تعليم، بدي اعلم، بدي اروح انا قايم بانشطة تعليمية تربوية، لانه احنا ليش بنقول في العملية متغيرات كمية كوانتيتيف، متغيرات الكمية من اسمها كمية، لاحظوا كمية. وانا اسف قبل ما ندخل في التعريف انا بقول لك انت افطرتي؟ نعم. كم رغيف افطرتي؟ كم رغيف اكلتي؟ لاحظوا انت قدمت امتحان؟ نعم. كم درجة حصلتي؟ دي عدد، دي عدد، تروحي جاي لي 9 من 10، بنفع 9 خليها 8 هتزعلي ولا لا؟ طبعا هتزعلي. ليش؟ لانه لا 9 اكبر من 8، وبالتالي انت تنزلني تصير 8 من 10 لحزعت. كم معاك فلوس الان؟ 50 شيكل، تعطيني اياها وتاخذ 20؟ لا هيك بخسر انا، توفيش معاي، لانه 50 لها قيمة ولا لا؟ والعشرين لها قيمة لكن 50 اكبر من 20، لذلك اني انا باجي بقول هذا متغير كمي. يبقى المتغيرات الكمية بدي اللي ورا اسمع صوتهم، اللي ورا اللي ورا خالص عشان يكونوا معانا. متغيرات الكمية عبارة اختي انت اللي في النص بس علي صوتك. تختلف عن النوعية بان الارقام لها قيمة ولها معنى. احسنتي. يبقى عكس تماما المتغيرات النوعية، المتغيرات الكمية هي احسنتي السمات والخصائص التي يتعرف عليها المعلم خلال العملية التعليمية التربوية ويضع لها ارقاما. الان لحتى الآن هذا متغير نوعي، هذه الأرقام لها دلالة ارتباطية يعني لها معنى، لها معنى. ولاحظوا أنتم أخواتي، لأن أنا أجي أقول قديش أنت
تخرجتي من الجامعة الإسلامية النسبة تبعتك بتروحي قايلة 83.2 من 10 83.2 من 10 حتى البعض ممكن يقول 2 من 10 83 صحيح في المية، كأنه بدي يتفلسف، كأنه بدي يقول إنه 2 من 10 جزء لا يتجزأ من تخرجي. اللي بأخذ الأول على فلسطين قديش بيجيب؟ 99 فرضا مثال، واثنين من عشرة فرضا، أنا بحكي كمثال. الثاني على فلسطين 99 بتقول 2 من 10، 2 من 10 خلته الأول على فلسطين. طب مكان يا فصيح جبتهن، يقبل 2 من 10 هنا الهن قيمة ولا ما الهنش؟ الهن قيمة، هن اللي ميزته عن اللي هو الثاني على فلسطين 2 من 10%. عشان هيك 99.2 من 10، 99.7 من 10، 99.6 من 10، يبقى تختلف عن اللي هو قيمة أقل من لها دلالة ارتباطية، أي لها قيمة لها معنى. أنا تنانا أجي أقول لك أنت في الامتحان 9 من 10، غيرك 8 من 10، غيرك 10 من 10، كل درجة من هذه الدرجات إلها معنى ولا لا؟ هل يتساويان؟ لا، لا يتساويان على الإطلاق، كل درجة تختلف عن الدرجة الأخرى. المتغيرات الكمية يا أخواتي مدام أنه تأخذ أرقاما وهذه الأرقام ذات دلالة ارتباطية، قبل ما نحكي ونقول المتغيرات الكمية تنقسم إلى كم نوع تنقسم أول؟ ثلاثة. إلى ثلاثة أقسام. المتغيرات الكمية تنقسم إلى 3 أقسام. بس قبل ما ندخل في المتغيرات الكمية وأنواعها، خلينا نرجع إذا تكرمتم إلى المتغيرات النوعية. خلال حديثنا عن المتغيرات النوعية، إيش ذكركم هذا العنوان؟ أحسنتم، ذكرنا بالقياس الاسمي التصنيفي. القياس الاسمي التصنيفي ويحمل أرقام ولا لا يحمل؟ يحمل أرقام، لكنها ليس لها دلالة ارتباطية. لحظة أن أنا قاعد بقول أنه مساق القياس والتقويم عبارة عن سبحة، نسميه سبحة وبنصير نحل حبة 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 حبة. أي حبة من هذه الحبات أنا وأنا بحل فيها مش عارف كيف نحلت، مش عارف الذي يليها، لأنه عبارة عن قصة بعناصرها، وكل مرة إحنا بنحكي عناصر جديدة وبندخل في هذه القصة أبطال جدد وعناصر جديدة ومشكلة جديدة وحل جديد. لذلك كل محاضرة مرتبطة طبعا في اللي تلي. متغيرات الكمية تنقسم إلى 3 أنواع. النوع الأول المتغيرات الرتبية، نقول متغيرات هي حرف الميم اختصارا رتبية، متغيرات رتبية. نوع ثاني أحسنتي، متغيرات وثابة أو البعض بسميها منفصلة. الثالث متغيرات متصلة، متغيرات متصلة. لاحظوا علي، متغيرات رتبية، متغيرات وثابة، متغيرات متصلة. هذه طبعا عبارة عن أبناء المتغيرات الكمية. هذول الثلاث أنواع هن أبناء المتغيرات الكمية، أبناء المتغيرات الكمية. طب المتغيرات الرتبية مين تقول لي إيش هي؟ يعني هي المتغيرات التي يتم ترتيب الأشياء أو القيم ترتيب يا تصاعد يا تنادل، مع أن الرقم له رتبة سواء كان قليل أو كثير. يعني مثلا رقم 1 ممكن المعلم يعتبر أنه الرقم 1 يعني ترتيب الطالب هو الأول على الصف، ممكن يعتبر أنه الرقم 1 هو الأقصر من حيث طول الطلاب، هو الأقصر طولا. يعني الرقم له رتبة يعني سواء كان قليل أو كثير. أحسنتي. مين كمان؟ آخر واحدة. هي عبارة عن قيم، هذه القيم لا تعبر عن ذاتها إلا إذا كنت أحسنتي. يا عيني ما شاء الله عندك، أنتوا التنتين ممتازات. مين كمان واحدة ثالثة تدمج بين التعريفين؟ أنت بدك تدمجي بين التعريف السابق وتعريفك أنت، تصير هيك نقد النقد. مرة ثانية أنت. هي أرقام وأعداد لا يتضح معناها إلا إذا كنت أحسنتي. صحيح. مين كمان؟ هي
تحمل عددا له معنى، فلا تكون الرتبة إلا إذا كنت ترتيب متصاعدين. خلينا أحسنتي، خلينا أضرب لكم مثال، خلينا أضرب لكم مثال. فبعض أحيان باجي أنا بقول إنه أخذتوا أنتوا كويز، بنقول أخذنا كويز، باجي أنا فجأة الكويز من قديش؟ بتقولي من عشرة، بقول لك قديش جبتي في الكويز؟ بتقولي 6/10. الآن أنا كولي أمر بحزن، مش نافع علامتي 6/10، بتروح أنت قايلة بس بهمش أعلى واحدة في اللي قدموا 50 طالبة كنت أنا. يا بدنا تحلاي، لاحظوا اختلف الآن الكلام ولا لا؟ أنا في الأول حزنت على العلامة، الآن بعد ما أنت شرحتي لي إيش أنا أقول لك؟ بدك تحلاي. لاحظوا أنا وقتيش الآن طلبت خليني أنا أقول التحلاية إنه حلينا، بعد ما إنك أنت قلتي إنه 6/10، رحت عملتي أنت الآن مقارنة بين جموع الطلبة اللي داخل غرفة الفصل اللي معاك. هذا الكلام حيسوقنا مستقبلا إلى الاختبار المعياري والاختبار المحكي. خلينا قدام بلاش نستبق الأحداث ونعمل لخبطة على أساس إنه بنقول طبعا إنه دائما الأول داخل غرفة الفصل الأول على الصف. نفترض إنه أنت إن شاء الله بكرة حتدرسي مدرسة وحيكون في عندك، خلينا نكتب هنا رابع ألف رابع باء رابع جيم. لو أجا مدير المدرسة وقال يا مدرسات الأوائل عندكم بعتوا لي الأول على رابع ألف، الأول على رابع باء، الأول على رابع جيم، يأخذ هدية. رحنا يدينا في رابع ألف طلع الأول قديش علامته من 100، معدل التوتال تراكمي طلع 92/100. رابع باء الأول على رابع باء طلع 95%. رابع جيم الأول على رابع جيم، يبقى يجينا الآن على المثال عندي أنا رابع ألف رابع باء رابع جيم، واجه مدير المدرسة قال إنه الدين الأوائل من عندك في لهم هدايا. الأول فرابع ألف طلع نسبته 92%، رابع باء 95، رابع جيم 99.2. لاحظوا كل واحد أخذ هدية، والهدية الآن متساوية تماما مع زميله الطالب. لو جبنا الأول في رابع ألف وحطناه في رابع جيم، هل سيبقى الأول؟ قد يكون الخامس السادس السابع، لأنه أكيد هذا الثاني 99 ثم 98.9 إلى آخره من هذه الأمور. لكن هنا هو الأول ولا لا؟ يبقى هو الأول على صفه وليس الأول على مدار الصفوف، وليس الأول على اللي هو المحافظة ككل. هذا ما سنأخذه إن شاء الله اللي هو في الاختبار المعياري والاختبار المحكي بالتفصيل الممل. نعود ثانية إلى المتغيرات الرتبية. متغيرات الرتبية قد يقوم المعلم وضع درجة معينة، واحد يريد أن يصعد تصاعدي 1 2 3 4 أو تنازلي 10 9 8، زي ما قالت زميلتكم إنه هنا الواحد ليس بالضرورة أن يكون هو ترتيبه الأول، ورقم 10 ليس بالضرورة أن يكون ترتيبه العاشر، لكن المعلم وضع هذا الرقم وهو يعي أن هذا الرقم يساوي عنده كذا وكذا وكذا، رتبة معينة، يعني له عنده مفهوم معين. لكن هذه الرتبة، انتبهوا علي، هذه الرتبة اللي أنا حطيتها، زي ما جيت أنا قلت لك قديش أنت خدتي في الكويز، قلتي لي 6/10، مش بالضرورة داخل غرفة الفصل، داخل المجموعة أو داخل العينة التي من خلالها انطلق. مثال ثاني، لو جينا قلنا والله اليوم كانت عندي مقابلة ويا قعدت في المقابلة ساعة وربع، والله تصببت عرق، والله ما خلوا ولا سؤال، ما خلوا ولا شاردة ولا واردة، بس الحمد لله رب العالمين اجتزت المقابلة اللي هم بعثوا لي، اللي هم يقولوا لي انت الاولى. لحتى الان الكلام حلو، راح واحد من اللي بيستمع قال كم واحد انتوا اللي قبلتوا؟ سؤالك بيخوف، كم واحد؟ قالت فش لنا، لاحظوا فش لنا، يبقى انت الاولى او مش الاولى حتكون الاولى،
لانه لا يوجد لك منافس. طب قول من الاول انه انا لحالي اللي كنت انا بقابل، خوفتيه في الاول وتصببت عرق وساعة وربع والاسئلة والى اخره، يبقى انا ما اتضحتش المفهوم الحقيقي للنتيجة الا عند المقارنة الحقيقية. يبقى خلاصة القول المتغيرات الرتبية هي عبارة عن الا اذا قلنا بغيره. ونضرب مثال، بتحبوا انتوا البيئة الفلسطينية، انتوا لاحظوا على البيئة الفلسطينية، لو نفترض رب الاسرة جاب شوية تفاح وبده يقسمهم على افراد اسرته، واحد طلع، ما هو التفاح فيه منه صغير وفي اكبر في اكبر في اكبر الى اخره، وراح اعطى للطفل الصغير حبه زغنونه. انا ما انا شايف قدامي، انا في سادس ابتدائي وهذا الطفل لسه ما دخلش الروضه، اديته تفاحه نفس التفاحه اللي انا اخذتها، تلك اذا قسمه ضيزه. زعل، زعل ليش؟ لانه شايف بعينيه الان عمليه التوزيع، صارت هذه التفاحه الزغنونه إلها مفهوم معين والتفاحة اللي هو أخذها إلها مفهوم آخر. نفس المسألة عند طلاب اللي هو المدارس، عند طلاب الجامعات، عند طلاب المؤسسات المهنية والأكاديمية، إنه دائما بنقول إنه فلان حصل على الدرجة الفلانية، هذه الدرجة معناها غامض. نكمل أخواتي، قلنا إنه المتغيرات الكمية تنقسم إلى ثلاثة أنواع. المتغيرات الرتبية تعرفنا عليها، نيجي للمتغيرات الوثابة. متغيرات الوثابة in English discontinuous أو disjoint very good. المتغيرات المتصلة continuous. الآن المتغيرات الوثابة البعض بسميها منفصلة، البعض بسميها منفصلة. وثابة يعني قفازة، قفازة. شو يعني منفصلة؟ هي المتغيرات التي تأخذ في طياتها أعدادا صحيحة ولا تقبل قصورا. مثال، كم طالب الآن داخل هذه الشعبة؟ أعداد 90 89 85. برطاش بنفعش إننا نقول 85 طالبة ونص، صح؟ مش صح على الإطلاق. كم مدرسة عندنا في محافظة غزة، في محافظة رفح، في محافظة خان يونس؟ يبقى عددا كم شعبة عندنا، كم معلم عندنا؟ يبقى تقبل أعدادا صحيحة ولا يمكن لها بأي حال من الأحوال أن تقبل كسورا. فإن قبلت كسورا، لاحظوا، إن قبلت كسورا أصبحت متغيرات متصلة، continuous متصلة. عشان هيك الأول على فلسطين بنقول له أنت قديش نسبتك، بروح قايل 99.6%. طب بهم مش ممكن الستة من عشرة تدينا اياهن باستميت، لدرجة انه لو قلنا له قديش نسبتك بقول 6 من 10. استنى لسه ما خلصتش، كأنه ذكرها قبل 99 لانها جزء لا يتجزأ من حياته، لانها جزء لا يتجزأ من حياته. طيب انت الان تمك تتخرج ان شاء الله وتروحي جايبة ان شاء الله 90.2% تخرجتي، واقول لك انا انت تخرجتي قديش جبت نسبة؟ بتقول 2.9% صحيح في المية. لاحظي كأنك انت لك الخاطر تقولي اوعك تنسى 2.9، فهي جزء لا يتجزأ من حياتي الدراسية الاربع سنوات. لاحظوا، يبقى نرجع مرة ثانية، المتغيرات المتصلة هي المتغيرات التي تقبل اعدادا صحيحة بالإضافة إلى كسور، وهذه الكسور جزء لا يتجزأ منها. فإن كان هناك عددا صحيحا بدون كسور أصبح متغيرات وثابة. مين عندها أي سؤال؟ على أمل أن نلتقي بكم المحاضرة القادمة ونكمل خصائص القياس الصفي التربوي النفسي. شكرا لكم والسلام عليكم.